النائب عمرو وطني عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار قال إن موافقة البرلمان على برنامج الحكومة مرهونة بقدرة الحكومة على حل عجز الميزانية المالية للدولة والمشاكل اللي بيعاني منها المواطن المصري. حزب المصريين الأحرار، خلينا كده نتكلم الحزب عندكم ووجهة نظركم في بيان الحكومة. هو بيان الحكومة من وجهة نظر الحزب إن في كذا نقطة هنتكلم فيها. اولا هم طبعا سبع محاور قسموهم السيد رئيس الوزراء، قسمهم او الحكومه قسمت سبع محاور نتكلم فيهم. احنا كحزب المصريين الاحرار بنتكلم في مشروع البطاله، وده بنحط عليه عاطف كبير جدا، والدوله لازم تتكلم فيه جدا، وعندنا المنظومه الصحيه لازم نتكلم فيها، المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها في الحزب، وتعداد السكان، وكذا محور بنتكلم فيه لسه ان شاء الله. شفت ان بيان الحكومه بيرتقي باحلام المواطن المصري؟ لا، انا ما شفتش ان البيان بيرتقي خالص. البيان انا عايز البيان الحكومه يرتقي ويوصل للطبقه، للناس الفقيره لمحدود الدخل، عايز الناس تحس بالموضوع ده كله. فبيان الحكومه ما ارتقاش للطبقه المتوسطه عشان الناس تشوف القصه ديت، لاني انا كمواطن دخلي بسيط ما حسيتش ان الحكومه عملت حاجه. بدليل النهارده في البطاله كل بيت فيه مشكله، النهارده في البطاله كل اسره عندها بتعاني في البطاله دي. فالنهارده حتى لما بنيجي نتكلم على البطاله، انا سياده الوزير رئيس الوزراء لما كان في اجتماع معانا وقعدنا بنتكلم معاه، هو جه من 6 اشهر فبيقول ان البطاله كانت العجز للبطاله 13%. طب قلت له يا سياده الرئيس ايه اللي حصل بعد كده يعني؟ قال لي بقت 12.7. انا حاسس البطاله لا 30% 40%، لان كل اسره فيها بطاله صعبه. دي كارثه لازم نحلها، نتكاتف مع بعض، الحكومه مع بعض وتتكاتف معاه، لان البطاله دي هي مشكله كل اسره وكل بيت. يعني قصدك ان البيان ما اظهرش نقاط الضعف بالفعل والحقيقيه في مصر يعني. تمام. في مشاريع كتير الحكومه قالت عليها، يعني مثلا مطور اقتصادي لما اتعمل كان في 103 مشروع ما اتفعلش حتى الان مشروع. العاصمه الاداريه الجديده ديت مستنيين ان هي تعمل وظائف مع الناس، فالعاصمه الاداريه دي ما انتجتش لغايه الان، هي انشاءات، فتره انشاءات ومع الشركات مالهاش دور للشباب دي. فاحنا عايزين نفعل والطبقه المتوسطه تحس ان في حاجه للشباب دي تعمل. في لقاءات من الساده الوزراء لبعض اللجان زي اللجنه الاقتصاديه والعداله الاجتماعيه هيناقشوا فيها بيان الحكومه والنقاط الخاصه مثلا بلجنه الاقتصاد، رايك ايه في هذه اللقاءات؟ رايي انها لازم تكون مثمره، لازم الحاجه تكون مثمره والناس تحس بيها، انا كراجل نائب عايز احس بيها، او انا مواطن عادي في الشارع لازم المس ان الحكومه بتعمل ايه وفي نقاط لازم تعملها. يعني مثلا المنظومه الصحيه، لما نتكلم في المنظومه الصحيه يعني انا مش طبيب ولا حاجه، بس يقال انا كلمت كذا دكتور، وكنت في ندوه في مستشفى عين قصر النيل تخصصي، فقال لي ان في 550 مستشفى عام في مصر كلها. هو قال لي، اصر على الكلام ده، قال لي مفيش الا 20% هم اللي شغالين مش متفاعلين خالص. بدليل احنا عندنا مستشفى الزاويه الحمراء العام، مستشفى جيهان ديت حضرتك، دي يعني مستشفى تقدر بملايين الملايين، من بعد الثوره مفيش خسر، مفيش اطباء، مفيش حد بيتحرك لها خالص. وزير الصحه، هل المستشفى دي مش يعني موجوده كمنظومه صحيه عشان تخدم الناس؟ حضرتك فين من الكلام ده كله؟